القيامة هي أكثر من مجرد عيد بنحتفل فيه مرة بالسنة. القيامة هي الحياة الحقيقية، هي الجواب على السؤال اللي حير البشرية عبر العصور، شو في بعد الموت؟ الرب يسوع المسيح بقيامته من بين الأموات عطى الجواب الحقيقي لشو في بعد الموت، لأنه كسر شوكة الموت وصرنا قادرين نقول مع بولس الرسول: أين شوكتك يا موت؟ وأين غلبتك يا هاوية؟ إذا كنت صرت شريك مع الرب يسوع المسيح بموته وقبلت أنه هو مات من أجلك حتى يدفع ثمن خطيتك، أنت أيضا شريك في القيامة، ورح تختبر هذه القيامة بالحياة بعد الموت معه في السماء. مش رح يكون في عليك دينونة لأن الرب يسوع المسيح دفع ثمن الخطية، ولكن أيضا رح يكون في إلك حياة بعد الموت، حياة في السماء، لأنه هو قبل ما يروح قال: لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب، في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا ذاهب لأعد لكم مكانا، ومتى ذهبت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا لأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. أنا أؤمن بقيامة الرب يسوع المسيح، مشان هيك الموت ما له سلطان علي، والموت اللي كنت خاف منه من زمان بطلت خاف منه لأن الرب يسوع المسيح هزمه غلبه وأعطاني هذه الغلبة لإلي. شو بالنسبة لك؟ المسيح قام، حقا قام. كل عيد وانتم بألف خير.